هذه ليست المرة الأولى التي يتجول فيها السيد مقتدى الصدر ويلتقي بالنجفيين بشكل مباشر، فقد سبقتها جولات مشابهة وتوصيات للقيادات الصدرية باتباع هذا النهج، نهج اعتبره مراقبون جزءا من حراك العودة إلى العملية السياسية وثقلا لها لما يتمتع به تياره من قاعدة شعبية له كلمته في مواقف عدة. تيار الصدري يمثل شرائح واسعة في الشعب العراقي، يعني جمهوره مليوني بالتأكيد، وبالتالي حضوره يعني حضور هذه الملايين في المشهد السياسي ليس بالضرورة في الحكومة إنما في العملية السياسية بشكل عام، لأنه نحن نحتاج إلى يعني إلى جانب الحكومة نحتاج إلى معارضة أو نحتاج إلى رقابة قوية، وتيار الصدري معروف برقابته القوية والجريئة. لم تأتي من فراغ تغيير تسمية التيار الصدري إلى التيار الوطني الشيعي، فلها دلالاتها الشعبية والسياسية التي تمهد لارتداد أقوى للصدريين بعد سنوات من المقاطعة بحسب متابعينا أشاروا إلى أن التيار يرمي للانفتاح على الأغلبية الصامتة التي تشترك معه بالكثير من القضايا، ومنها رفض المحاصصة والاستحواذ الحزبي من قبل أحزاب السلطة. عودة أي فريق سياسي سيما عودة السيد الصدر تعود بتعافي المركز السياسي للعراق، لذلك أعتقد أن عودة الفرقاء السياسيين وعودة اللحمة السياسية ما بين الجميع يشكل تشكيل قرار سياسي صحيح، يتفق الجميع على أن هناك للتيار الوطني الشيعي الجديد الذي أعلنه السيد الصدر نعم يمتلك قاعدة شعبية وممكن أن تشكل مظهر سياسي للعراق. أنا أعتبرها هي عودة لنجاح العملية من حيث الموازنة بين القوى السياسية والشعبية، كذلك باعتبار أنه مستند على قاعدة شعبية وكذلك عقائدية، يعني هي مو فقط وتمثل فد شريحة كبيرة من المجتمع العراقي. ومع القراءات التي ترسم ملامح عودة الصدريين للواجهة السياسية، تشير التوقعات أيضا إلى احتمالية تغيير خارطة التحالفات القادمة وإعادة هيكليتها من جديد، في ظل التوقع لمشاركة واسعة لجمهور التيار في الانتخابات المقبلة. من النجف محمد رزاق، التغيير.